اهلا بكم معنا اعزائي المشاهدين وحلقه جديده مع التحدي. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. قبل ما نحتفل بالأولاد أولا نتعرف بحضرتك أكثر، يعني ألفة السيد محمود، مدربة تأهيل وظيفي نادي الإعلاميين. تأهيل وظيفي نادي الإعلاميين يعني إيه تأهيل وظيفي؟ إحنا بناخد أطفال نأهلهم من سن يوم لغاية 4 سنين، بنشتغل من سن يوم. من سن يوم بنأهل الأطفال دي وظيفيا إزاي. بنشتغل معهم 5 مجالات: بورتاج حركي، تنشئة اجتماعية، رعاية ذاتية. بنشتغل معهم على رعاية ذاتية، بنشتغل معهم معرفي اللي هو هم يعني في اللي هم الأطفال اللي هو الداون سندروم، دول حاليا من سن يوم بيتعرف وبيظهر وبيظهر طفل. فالأمهات الحمد لله في كتير بيجوا على طول يعني وياخدوا التأهيل عندنا هنا كل مرحلة عمرية، يعني في اللي هم تنمية مهارات البورتاج، دول بنشتغل بيه البرنامج ده من سن يوم ل4 سنين في استمارة شاملة. في وكل فئة ليها برنامج، يعني برنامج الأطفال اللي هو الإعاقة الذهنية زي اللي هم الداون، غير برنامج التوحد، كل صف ليه برنامج معين. يعني زي مش بتعملوا زي بتنشروا البهجه هنا مع الاولاد، كل ما يعدوا مرحله ينجحوا في المدرسه بتحتفلوا بيهم. عملتوا قبل كده افطار جماعي، حاجات يعني نقول دي هل ده برنامج يعتبر برضو من ضمن الحاجات اللي هي مستهدفه بالنسبه لكم لتطويرهم ودمجهم في المجتمع؟ بالظبط كده، من الاهداف عندنا هنا ان احنا ازاي الاطفال دي نخليها تحس انها عضو ونافع هنا في المجتمع، مدمجين معانا في المجتمع. فبنعمل لهم احتفالات بنشاركهم فيها، احتفال في رمضان كنا عملنا افطار جماعي، بنعمل لهم في الاحتفال اليوم العالمي. هنا عملنا برضو ادي حفله تخرج، كنا اول فصل يتخرج من عندنا، عملنا لهم حفله التخرج. فبنحاول في كل حاجه بنشاركهم فيها وندمجهم معانا في المجتمع. ايه النصيحه توجهها للاباء والامهات؟ النصيحه اني اتقبل ابني
طفل ربنا ادهولي نعمة من عند ربنا، بس ازاي اقدر احافظ عليه وازاي اقدر اهله للمجتمع. استاذ شيماء مدربه، اتعرفنا اكثر بنفسها، اهلا بحضرتك اتفضلي. اهلا وسهلا بحضرتك، انا شيماء عبد العاطي اخصائيه في النادي الاعلاميين، بشتغل تدخل مبكر وتخاطب، يعني ان شاء الله الاطفال هنا الحمد لله بنقدر نخدمهم على قدر استطاعتنا اللي وفقنا به ربنا، يعني ان شاء الله. الطفل بتبداوا معاه ايه المراحل اللي بيمر بيها؟ اطفال حسب، بص اي طفل بيجي هنا سواء عنده مشكله او ماما حست ان في حاجه عنده بتجيبه الجمعيه هنا. طبعا اول حاجه لازم نعملها تقييم، بنعرف هو كان ايه المراحل اللي كان فيها، هو ازاي ماما اكتشفت المشكله، هل هي جت اول ما اكتشفت المشكله على طول ولا لا كانت متاخره. بنعمل تقييم، على اساس التقييم بتعمل لكل طفل برنامج، وعلى اساس البرنامج اللي بنشتغل معاه. طبعا كل طفل حسب حالته، يعني اعاقه ذهنيه، اعاقه توحد، ان كان طفل داون، ان كان طفل شلل دماغي، عشان احنا هنا بنشتغل برضو الجمعيه، يعني يعتبر من الجمعيات الوحيده في اسوان كلها بتشتغل يعني تدخل مبكر وشلل دماغي، يعني الجمعيه هنا يعتبر احسن حد في اسوان كلها الحمد لله بشهاده الامهات كمان. ده الجانب الاكاديمي، في جوانب ترفيهيه وانشطه برضه. طبعا احنا بص ما فيش يعني مناسبه بتعدي على الامهات، سواء نجاح، يعني احنا حتى بره موضوع النجاح، يعني نجاح سواء رمضان، يوم العالمي للتوحد، يوم العالمي للاطفال الداون، في عندنا احنا برضه بنعمل رحلات، يعني احنا خلصنا نص السنه بنعمل، كنا دايما يوم يعني اسمه شكرا، يعني الطفل المعاق ان هو عازم اخواته الاحتياجات، رد جميل، ايوه رد جميل، شكرا لاخويا ده، لان احنا طبعا احنا عارفين ان لما في طفل في الاسره بيبقى فيها مشكله، انا لا انت مش هنروح كذا عشان رايحين طفل الجلسه، احنا مش رايحين كذا عشان رايحين جلسه، فتحس ان هو دايما لود على اخواته، فهو اخواته احنا دايما كنا بنخلص امتحانات بنيجي نعمل رحله في الجمعيه هنا، نطلع ايا كان المكان اللي هنروحه، بيبقى المكان ده بنقول للامهات بقى مش تجيبوا الاطفال دول، هم ومعاهم اخواتهم، يبقى اخواتهم طالعين على حس الطفل الايه اللي هو ذوي احتياجات ده، يعني يتفسحوا، يعني اخوك ده طلعوا لهم حتى في الرحله، اخوك ده احنا هو اللي فسحكم النهارده، هو اللي جابكم النهارده، عشان هو دايما مضايقكم بالجلسات، يعني لان برده الجلسات واسعار، لو طفل كمان شلل دماغي بياخد علاج طبيعي بيبقى برده لود على الاسره، بيبقى دايما في حاجه، في جزء من المرتب او كان امكانيات الاسره طالع للناحيه دي، فطبعا برده بيبقى لا احنا مش هنقدر ننزل نادي عشان النهارده في جلسه، انا مش هننزل مش عارفه ايه كده، فلا انت كده اخوك النهارده خدك فسحك، ما بنستناش مناسبه، يعني احنا بنحتفل بكل المناسبات، بس لا مثلا احنا بعد نص السنه في الاجازه نص السنه بنعمل رحله للامهات، وبنشيل كل التكاليف الرحله كمان، يعني بتشيلها الجمعيه كلها، ونجيب هدايا عينيه للاطفال اللي هم بيلعب بقى مسابقات عشان تبقى الرحله حلوه، بيعمل مسابقات مثلا بنديهم جوائز حتى لو حاجات بسيطه، واحنا كمان بنشاركهم عشان احنا برده يعني يعني هم بيحسوا بفرحتهم وفرحه اللي معاهم.
معنا في هذا اللقاء اسماعيل احمد احد اعضاء نادي ذوي الاحتياجات الخاصه باسوان. برحب بيك واهلا وسهلا بيك اسماعيل. ايوه عشان كده كنا اول تمام اول ورم قلنا الناس احنا المركز الاول في ايه؟ حاجين مثلا حمام القباحة بحب نقول كل الناس السباحة وزن يعني تمام حاجات مثلا يعني ايه بحمام القباحة وكل ورمب وحاجات او الشيخ وزن شعب مصر تحيا مصر بحب الرحمن اي بلد شعب وزني وانا ربنا داهي داهي ان الله وبيحب يكتبك بينا كيقول ايه خطف ضهر كنت خرية وتحيا مصر حي مصر بيحب البلد زي ما قلتلك كلام تقولوا انا معايا عم محمود جاسم على كنت خرية ومصهورية وطني تتغنى فلوس يعني 25 كيلو مصر خرية وطني داهي تغلط كما تيحسيسي جامعة سيسي وخط الحرية مصري وطني لا يخط عدن مسكتي خط الحرية مصر خط تحت الحرية الله عدن كذا قناة الحرية تحيا مصر تأدي دجا وحمام من قباحة كلها بحب الله يلقيني قلق تعلمت السباحة من امتى؟ لعبة حلوة من كم سنة؟ انا 32 سنة 30 سنة؟ يعني بحب كله وانا بحب صحة ام محمود وصحة بحب ام محمود ووطني ليس نقول في اي مكان حتى طنقة ووطني بحب البلد وخدي كده كم حاجة كده كده مثلا حاجات يعني حاجة حلوة بحب البلد وطني وطني شعب مصر تحت تقليد اك ونقول يكون يعني نقول يعني ايه كلام يعني بحبايب بعضينا حبي حبي حب والله من كده حب قلبك يا حياة يدخل كده الكلام كويس كلام بيحب الوطن يعني بتحب مصر يعني لا لا بحبة أهلي أهلك ناوي أحمد طلع كعقول أحمد طلع كعقول بجد الكورة يوم السنة عايزين قلتين كندي سنة مصر حرية حي مصر ان شاء الله ما كده كده اخليهم يا رب الجميع اخرنا كان ايه حاجات مثلا ايه تمام وانا بحب عم محمود كاسم وانا بحب حاج محمد الصطاوي وانا بحب رضا وبحب صحة ام محمود وكل الناس يحبهم اي دخنة اسماعيل حبيبي
أعزائي المشاهدين، عشنا معكم اليوم حلقة مع أبطال التحدي، شكرا لكم وإلى اللقاء.